الذي يقول عنها النحويون يقولون ربما يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه شريطة أن يستغنى بحذف المضاف وجعل المضاف إليه في محله. لو قلت قطعت بعض أصابعه، بعض هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكر، ومع ذلك الفعل أنثى لأن كلمة بعض مضافة إلى ماذا؟ إلى أصابعه، والأصابع مؤنثة، فاكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث، قطعت بعض أصابعه، فيصح أن تقول قطعت أصابعه. الأصل قطعت أصابعه، فلما قيل قطعت بعض أصابعه اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث.